إذن كما كان متوقعاً، نتنياهو يرفض ما تقدمت به حماس لصفقة كبرى تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع. بالنسبة لهذا الرجل، ما تقدمت به حماس هي طلبات هادية، هكذا وصفها نتنياهو، بل ستقود إلى مذبحة جديدة على غرار 7 أكتوبر حسب وصفه. ولكن هل يمثل موقف نتنياهو كل مؤسسات الدولة في دولة الاحتلال؟ أم هو موقف شخصي لإطالة أمد الحرب لحماية نفسه من المحاكمة؟ بالمناسبة، هذا الرجل حين صرح بما سبق ظهر في مؤتمر صحفي بمفرده، ولهذا الظهور دلالات يجب أن لا تفوت على أحد. دليل ذلك أن لا مجلس الحرب ولا الحكومة بمجملها قالت بما قاله نتنياهو. اليوم تحديداً يفترض أن يناقش مجلس الحرب ما تقدمت به حماس من مقترحات خاصة، وخاصة أن الوسطاء بمن فيهم أمريكا ترى بإيجابية بعض نقاط رد حماس. في حلقة اليوم نبحث في مضامين ما تقدمت به حماس، من سيقبل ومن سيرفض من دولة الاحتلال ما تقدمت به حماس، ونبحث ما تريده دولة الاحتلال، ما هو المقبول وما هو المرفوض بالنسبة لحماس وللوسطاء ولكل مؤسسات دولة الاحتلال، وما هي أيضا الحلول الفضلى لاتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وما دلالات تحرك جيش الاحتلال تجاه رفح، وما هي دلالات تكثيف عدوانه على رفح والمكتظة بالسكان والنازحين، وكيف يؤثر هذا التحرك على مصير الهدنة واتفاق الأسرى. ولكن قبل أن أرحب بضيوفي، دعونا نذكر بأبرز ما ورد في رد حركة حماس على مقترح الهدنة حسب وكالة رويترز، حيث اقترحت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام، كما اقترحت أيضا مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها من غير العسكري. أما في المرحلة الثانية فاقترحت حماس أن يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. أما في المرحلة الثالثة والتي أيضا مدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث بين الجانبين. إذن أرحب بضيوفي مع حفظ الألقاب. بداية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية دكتور جمال الشلبي، مساء الخير دكتور، وأيضا الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء المتقاعد دكتور هشام خريسات، أهلا بك باشا. ومن رام الله أيضا نرحب بالمدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، أهلا بك أستاذ حلمي، صوت المملكة بدأ، أهلا بك. إذن أهلا بكم جميعا، وطبعا بالضيوف مع حفظ الألقاب. أبدأ من لديك دكتور جمال، اليوم سمعنا اليوم رد نتنياهو الذي أبدى فيه تعنتا واستنكارا كبيرا بطلبات حماس، وكان لديه تمسك مطلق بما يسمى الانتصار المطلق. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك بأنه نحن على صدد فشل هذه الهدنة؟ اولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، ومساء الخير لعطوفة الباشا. يعني هذه جزء من الحرب، نحن نتفاوض، واعتقد ان هذا الرجل لديه خبره طويله في السياسه، في الدبلوماسيه، في الحرب وفي التفاوض. بالتاكيد هناك في ضغوطات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. الداخلي الاهالي الاسرى والرهائن يضغطوا بشكل كبير على المستوى الداخلي، ولكن على المستوى الخارجي هناك ضغوطات متأتية من الحليف الأكبر، الحليف الأعظم، الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت الرخيص والنفيس من أجل بقاء هذه الدولة وأن تمتص الصدمة التي حصلت عليها في 7 أكتوبر. فبالتالي أكيد أنه بالنهاية المطاف لابد من الوصول إلى التفاوض. لذلك هو يرفع من عملية التشدد، يرفض من عملية المطالبات، يرفض في عملية أن نذهب إلى هذه المفاوضات، لأنها بدأت تعيد عملية التفاوض إلى الأطراف صاحبة العلاقة اللي مرتبطين ليس فقط بإسرائيل. اليوم هناك في علاقة مع حماس
وأهل حماس، وهناك أيضا هناك في فاعلين دوليين آخرين، قطر ومصر والأردن. نعم. إضافة إلى الدور المحوري والعراب الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة أنتوني بلينكين والرئيس الأمريكي. لذلك الإدارة الأمريكية اليوم تشعر بالحرج. خمس عوامل تدفع أمريكا للوصول إلى تفاهمات. العامل الأول الرأي العام العالمي، يعني إذا السيد نتنياهو يريد أن يحصل على انتصار، لماذا لم يحصل عليه بعد شهر؟ نحن اليوم ندخل في الشهر الخامس. نعم. نستطيع أن نتحمل الشهر الأول، ربما نقول أن هناك في ردة فعل وفي هناك دفاع عن الذات، نستطيع أن نروج. اليوم بعد 100 يوم أو 120 يوم ودخلنا الشهر الخامس، أكثر من 27 ألف شهيد، وأكثر 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 وأكثر، لا نستطيع أن نبرر هذه الصيغة. الصيغة الثانية، هناك في حلفاء أوروبيين، الفرنسيين يعملون على هذا الأمر، الإنجليز نفسهم قالوا نحن مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية، وقبلهم سبقهم الإسبان والبلج. فبالتالي أنا بظن أن هناك في حلفاء ينظروا إلى العملية أنها طالت وأن أصبحت مزعجة أخلاقيا إنسانيا قانونيا دوليا. العامل الثالث أنا أعتقد الحلفاء العرب، يعني قضية التحالف العربي كل الدول العربية، لكن مسألة التحالف العربي يعني لم يكن له وزنه في بداية الحرب، ولن يكون ولن يكون. يعني القضية أنا بعتقد مرتبطة بالعامل الثالث اللي هو الحلفاء العرب، يعني ماذا قدمت أمريكا من أجل إنهاء هذه الأزمة التي ربما تكبر وتتوسع وتؤدي إلى حرب عالمية ثالثة تبدأ بهذه المنطقة، لحلفائها العرب مصر والأردن وهم أكثر دول مهددة بهذا الأمر. ورابع شيء اللي هو أنا بعتقد هو أنه الرأي العام الأمريكي تغير، واليوم أعتقد أنه معظم إذا أخذت استطلاعات الرأي العام الأمريكي اليوم تتحدث عن فلنقل السردية الفلسطينية وليس السردية الإسرائيلية. وخامس شيء وهو ما أريد أن أقوله أن القواعد الانتخابية، لا تنسي سيدتي العزيزة أنه اليوم نحن ننتظر 8 أشهر للدخول في انتخابات أمريكية قادمة. نعم. ماذا أعددنا لذلك؟ فأعتقد أنه هناك في رغبة حقيقية أمريكية الضغط على السيد نتنياهو، ولكن نتنياهو كما قلت يشعر أنه يجب أن يذهب إلى الحرب للقضاء على حماس وتحرير الأسرى دون أن يقدم ثمن، وهذا في علم التفاوضات لا يمكن أن يتم. التفاوضات تبدأ قبل الحرب، تبدأ أثناء الحرب، وتبدأ أيضا بعد الحرب. اليوم ما التفاوضات هي تقديم تنازلات، الوصول إلى كومبرومايز، حل وسط. هل من الممكن أن نحصل على ذلك؟ أنا أعتقد من الممكن جدا في ظل هذه الظروف وفي ظل الفاعلين والعرابين الكبار، الولايات المتحدة الأمريكية كقطب عالمي يسيطر ويهيمن ولديه علاقات كبيرة في هذه المنطقة، ثانيا القطريين يعملون بشكل قوي وكبير وعلى مدار الساعة، فأعتقد أنه بالنهاية لابد أن نصل إلى نتيجة. طيب اليوم دكتور هشام، وأنت خبير استراتيجي وأمني، عندما يصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت ويقول على قوات الاحتلال أن تستعد للتقدم بسرعة كبيرة للسيطرة على رفح، نتحدث عن دلالات رفح عسكريا وما أهمية السيطرة عليها في هذا الوقت الحرج؟ مساء الخير، شكرا أخت أريج. يعني أنا يعني التوجس والخوف مما سيحدث في رفح له ما يبرره، لكن أنا بدي أسأل سؤال بديهي، هل نتنياهو قبل ذلك كان يقدم الزهور أو يقدم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الصراع قدم الدمار وقدم القتل ولم يفرق ما بين جانب عسكري وجانب مدني؟ بالتالي لكن ما هي الخطورة؟ وأنا بعتقد أن هذا الخوف له ما يبرره. حاليا رفح اتجه أكثر ما يزيد عن 800 ألف نزحوا من شمال ووسط غزة باتجاه الجنوب، رفح هي المدينة المجاورة للحدود المصرية. نعم. حاليا الإحصائيات وهي يعني أقرب إلى الدقة 1,400,000 موجودين في منطقة رفح، منهم ما يزيد عن 850,000 ضمن مخيمات. أي عملية عسكرية ضمن منطقة رفح ستكون مكلفة من حيث عدد الشهداء والإصابات والقتلى، سيكون هناك يعني كارثة إنسانية وكارثة بشرية في الإصابات والقتلى، وسيكون هناك موضوع ثاني وهو الموضوع الغير مباشر وهو ما عملت عليه إسرائيل منذ بداية الصراع. يعني هي أجبرت المدنيين، وأنا اليوم الصحيح كنت أستمع لتصريح للأمين العام للأمم المتحدة، وهذا الرجل يعني ترفع له القبعات في تصريحاته، حك يعني ماذا تكلم؟ قال بحث الفلسطينيون العزل عن أمان بائس،
فعلا أمان بائس، الأمان في تلك المناطق لم يتوفر. إذن يعني ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب عن أي هجوم ضمن منطقة رفح؟ رفح هي مدينة صغيرة مساحتها 55 كيلومتر مربع، حاليا فيها ما يزيد عن 1.5 مليون ما بين سكانها الأصليين ومن قدموا لها من شمال ووسط غزة. بالتالي أي عملية عسكرية ستوقع ضحايا كثر من المدنيين العزل. إسرائيل تتخبط، إسرائيل تنقلت ما بين شمال غزة إلى خان يونس، عادت إلى شمال غزة. طيب هل تعتبر بأنه هذا الإعلان من جالنت هو عبارة عن تهديد فقط أم هي إجراءات فعلية تحديدا في هذا الوقت الحساس من كل ما يجري بشأن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار؟ يعني إسرائيل أنا بعتقد أنها يعني تعمل كل شيء، يعني ما في ضوابط، لا في ضوابط ولا روادع تردحها، لا قانون دولي ولا اتفاقيات ولا عالم قاعد بردحها، لا قرار المحكمة العدل ردحها ولا شيء. إسرائيل يمكن أن تقوم بعمليات طبعا تحت حجج يعني عديدة، يمكن أن تكون حججها أنه وجود قيادات للمقاومة ضمن منطقة رفح، وممكن بكرة يطلعوا في روايات أنه في مقاتلين ضمن موجودين ما بين المدنيين. أنا أعتقد أنه يعني إسرائيل تجمع معلومات، وأنا هذه معلومات يعني إحنا في قناة المملكة دائما نحكي بشفافية. الموقف الميداني صعب جدا لكلا الطرفين وللمقاومة، وأنا أنت يوم استعرضت بنود الهدنة التي أرسلتها حماس تدل على حصافة سياسية، وأن حماس تسعى إلى إيجاد هدنة. هذا بالتالي إذن أنا أعتقد أنه حكمة سياسية ودبلوماسية، هي سجلت خلينا نقول هدف في المرمى الإسرائيلي. لكن إنه إسرائيل هذا تهديد ولن تقوم فيه، لا، إسرائيل ممكن تقوم بهذا التهديد لتحقيق هدفها الرئيسي في غزة بعد هذه الخبرة الطويلة في الخمسة أشهر الماضية. نعم، أنا بقول إنه يعني هي المواطنين الفلسطينيين العزل موجودين على الحدود مع رفح في تحت ضغط، أي ضغط عسكري أو أي تهديد عسكري أو أي ضحايا، سينتقل جزء من هؤلاء المدنيين ويعبر الحدود، وسيطالب العالم الغربي، العالم المتحضر الذي يعتقد الذي هو أمن إسرائيل في حربه على غزة، سيقول إنه يعني إتاحة لمصر استوعبوهم لفترة وسيعودوا، لكن هذا لن يتم. إذن الموضوع الخطير جدا أن يكون هناك تهجير لجزء من أبناء غزة باتجاه هم على مرمى الحجر. رح نحكي أكثر عن ملف التهجير، ولكن اسمح لي أذهب للأستاذ حلم الأعرج وهو مدير مركز دفاع عن الحريات وحقوق المدنية. أهلا بك مجددا أستاذ حلمي، كيف تتابعون مؤشرات اقتراب الوصول إلى اتفاق هدنة وقف لإطلاق النار؟ يعني نحن نرحب بالموقف الذي سلمته حماس وأعلنت عنه وسائل الإعلام المختلفة، وهو يعبر عن مسؤولية عالية وعن حنكة سياسية عميقة، حيث أصبحت الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. من جهة وافقت على اتفاق الإطار الذي تحدد في باريس، بمعنى قالت نعم، ووضعت تصورها الأشمل على آليات الهدنة وصولا إلى وقف إطلاق النار تقديرا ما بعد 135 يوم، وهي المراحل الثلاث للهدن الثلاث بمعدل 45 يوم لكل هدنة. وهذا يعني أن ممكن أن نصل إلى وقف للعدوان في المحصلة النهائية دون أن يكون الشرط المسبق لحماس كما كان يشاع ويقال، ومن ثم تبدأ عملية التبادل. ولذلك حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا هم محرجين أمام المجتمع الإسرائيلي وأمام دول اتفاق باريس بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجب أن يعطوا جواب لكلا الطرفين، لعائلات المحتجزين والمجتمع الإسرائيلي وحتى في أوساط بالحكومة الإسرائيلية، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى قطر ومصر، بمعنى أن هناك موافقة من حماس على إسرائيل أن تعطي ذات الموافقة. ولذلك
يتهرب نتنياهو الآن من جواب حماس ويعيد شروطه الممجوجة التي أعلنها سابقا، بل وأكثر من ذلك هو يريد تحرير المحتجزين بدون مقابل، بمعدل أن تكون الصفقة 1:3، وبالتالي هو ينسف كل الأسس التي قامت عليها صفقات التبادل التاريخية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في صفقة شاليت إلى الآن، حيث الصفقة الأخيرة مقابل شاليت أطلق سراح 1070 أسير وأسيري مقابل جندي إسرائيلي واحد. لماذا الآن يكون يعني تكون النسبة 1:3، سوى أنه يطرح شرطا تعجيزيا لي يعني التهرب من الموافقة على موافقة حماس؟ طيب، هذا كيف يقرأ ضمن التوقعات المرتبطة بمجلس الحرب؟ مجلس الحرب سيجتمع اليوم من المفترض طبعا بخصوص رد حماس. يعني على الأرجح أن يكون الرد سلبيا، ولكن يعني بطريقة مبطنة، لأن نتنياهو لا يريد أن يتحمل المسؤولية المباشرة أساسا قدام عائلات المحتجزين التي يمارس عليها نتنياهو الخداع، كما يمارس على مجمل المجتمع الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية الأخرى. ولكن يعني أصبح المجتمع الإسرائيلي وأحزاب المختلفة يدركون عملية الخداع بل الكذب التي يمارسها نتنياهو بطريقة احترافية. ولكن دقت لحظة الحقيقة الآن، الجواب إما نعم وإما لا، لأنه بجواب لا يعني التصعيد، يعني تنفيذ التهديدات بشأن رفح، يعني تطور الحالة العسكرية على مستوى الجبهات الأخرى في جنوب لبنان وفي البحر الأحمر، وبالتالي يمكن أن يكون هناك خلط للأوراق بما في ذلك في الضفة الفلسطينية، وهذا على الأقل ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وهي في خضم المعركة الانتخابية، وكذلك هي تراقب يعني الموقف الروسي والموقف الصيني، ولا تريد أن تتورط أكثر في الشرق الأوسط تماما كما فعلت مع روسيا بتوريطها في أوكرانيا. ولذلك يعني الأمور إما أن يكون هناك اتفاق وبالتالي تهدئة، وتكون صفقة التبادل هي مفتاح التهدئة ومفتاح الحل، أو أن نصل إلى طريق مسدود وبالتالي تتطور الأمور باتجاهات أخرى لا أحد يستطيع تقدير أبعادها ونتائجها. طيب دكتور جمال، كيف تقرأ ما قاله الآن قبل قليل الأستاذ حلمي، تحديدا اليوم وعندما ظهر نتنياهو بخطابه لم يغلق الباب كثيرا أمام استمرار المفاوضات، فبالتالي إذا ما اجتمعت هذه المؤشرات على ماذا تدلنا، على ماذا تؤشر؟ يعني بالتأكيد هناك في انقسام داخل الكابينت وداخل المجتمع الإسرائيلي، هذا مؤكد. ولكن أنا اسمح لي أن أقول يعني بأسلوب غير أكاديمي وغير سياسي وغير دبلوماسي، بل أقول أسلوب واقعي، إسرائيل دولة لا يثق بها، لا على مستوى علاقات بين الدول ودول، ولا على مستوى علاقات دول مع فصائل، فما بالك عندما يكون الأمر يتعلق بعدو مباشر استطاع أن يخرب هذه الصورة، صورة إسرائيل الكبيرة العظيمة الديمقراطية الجيش الذي يقهر. فبالتالي أنا بالنسبة لموضوع الهدنة، صحيح أنه في 135 يوم في 3 أشهر، المشكلة ليست مشكلة المساجين، إسرائيل تستطيع أن تخرج اليوم قبل غد 6000 أسير، وتستطيع بعد 24 ساعة أن تعيدهم. المشكلة ليست أسرى. أنا أعتقد المشكلة إسرائيل شغلتين في موضوع الهدنة التي نوقشت في أمريكا وفي باريس. أولا مشكلة كيف تشعر إسرائيل أنها تخضع لشروط حماس، بمعنى آخر بقاء حماس، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن أن تفاوض حماس مستقبلها وأن تعطي رقبتها لإسرائيل وأن تخرج. اثنين الصورة لإسرائيل، يعني أعتقد أنه الذي يخيف إسرائيل أنه قضية الأسرى كما قلت ليست هي الأساس، القضية أنه كيف لإسرائيل أن تخضع وكيف لإسرائيل أن تقبل
بالتفاوض وكيف لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس، لأنه لا يمكن نتخيل القيادة في حماس سواء في الخارج أو في الداخل أن تقول أوكي سأخرج، وأن كان هناك في بعض الطروحات اليوم بدأت تناقش من داخل إسرائيل ربما نستطيع أن نقبل بحكومة أو فنقول سلطة فلسطينية مدنية بشرط خروج 3-4 أشخاص من قيادات حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار. فأعتقد أنه المشكلة اليوم ليست مشكلة طروحات بل مشكلة ضمانات، بمعنى آخر من يضمن أن إسرائيل بعد 3 أشهر إذا قامت بهذا الأمر، المرحلة الأولى المرحلة الثانية والثالثة وبعد إبدال وإخراج الأسرى والرهائن صفقات التبادل، هل إسرائيل من يضمن أن إسرائيل يعني هذا يعود إلى إسرائيل ورؤيتها؟ أنا لا أعتقد أنه في دولة تستطيع اليوم أن تضمن وأن تقول بأن إسرائيل لا تعود مرة أخرى. ربما أنا أعتقد أخشى ما أخشى أن يكون هذا فخ عسكري سياسي دبلوماسي قد تقع فيها حماس وتدفع الثمن غالي بدون ضمانات، وضمانات على مستوى أنا رأيي ليس فقط الفاعلين مصر والأردن وأمريكا وقطر، أنا أعتقد نحن بحاجة إلى ضمانات، أولا الأمم المتحدة كأم المؤسسات العالمية، وثانيا الاتحاد الأوروبي، وربما ثالثا الجامعة العربية. هكذا نستطيع أن نقول فعلا يجب أن ننهي هذه المأساة الإنسانية التي نعاني منها جميعا. يعني في الأمس يعني لا يعني بين شيء من يعني شيء مخزي وشيء مفرح في نفس الوقت، أنتوني بلينكين يقول بأنه لا يريد أن يأتي يوم في حياته وقد يتحسر على أطفال غزة. لا أدري إلى متى سيستمر في هذا الإحساس، هل سيشعر بهذا الإحساس بعد قتل وتشريد وأكثر من 2 مليون فلسطيني. فأعتقد أنه بالاختصار سيدتي أنا بظن يجب أن نقرأ التعهدات والضمانات بشكل كبير. طيب قبل التعهدات فيها كمان عندنا تقارير قوية جدا، تحديدا من CNBC ظهر بعض المسؤولين الأمريكيين نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من الممكن أن يكون هناك ضمانات لخروج السنوار مع بعض القيادات في حماس وخروجهم خارج حماس مقابل استمرار، وطبعا هذا طبعا من ضمن الضمانات ضمن اتفاق الهدنة. كيف تقرأ هذه المؤشرات؟ وأيضا هذا الإشي ما لا يعتبر بعض النقاط الإيجابية برؤية أمريكا لاتفاق الهدنة وبالتالي الدفع والضغط باتجاه إسرائيل بأن تقبل ببعض البنود. نظريا شيء إيجابي وشيء مشجع، ولكن تاريخيا نحن الآن ندخل في المرحلة الثالثة من التفاوض مع إسرائيل. كام ديفيد 78، أوسلو 93، وادي عرب 94، ثم ما يسمى التفاوضات أو فلنقل التطبيع الإبراهيمي، وكل ذلك من أجل بناء دولة فلسطينية بناء على تقارير الأمم المتحدة 2-4-2-3، ولم يحصل. هل حتى في إطار الحرب العراقية الكويتية عندما غزا صدام حسين كان يطالب بأنه إعادة فتح موضوع الدولة الفلسطينية، هل يعقل ذلك؟ ربما اليوم في حقيقة في موجة كبيرة أوروبية بدأت ترى حقيقة إسرائيل، حقيقة إسرائيل غير الأخلاقية غير السياسية غير الدبلوماسية، فمن ثم إسرائيل في خطر والكل يدرك في ظل التكنولوجيا وفي ظل الذكاء الاصطناعي وفي ظل وجود فصائل أقوى من الدولة في حزب الله. طيب. في عندك الحشد الشعبي، في عندك الحوثيين. أظن اليوم ربما نحتاج إلى دولة، للأسف ليس بالمنظور العربي في ظل هذه الأوضاع ولكن المنظور الغربي، دولة منزوعة السلاح تكون ليس للأسف الشديد كما نريد على الرابع من حزيران وعاصمة القدس وصعبة سيناء، فبالتالي هذه الدولة ستكون مشوهة، ولكن الحل المتاح الآن للفلسطين ليس أبعد من ذلك. كيف تقرأ هذه المؤشرات دكتور هشام؟ يعني تحديدا لأنه اليوم اتفاق الهدنة إلى حد ما بعض المراقبين يرون بأنه مهدد بالانهيار. أنا بأيد معظم اللي تفضل به الدكتور جمال، لكن لا يوجد ضامن حقيقي على الأرض. الولايات المتحدة ليست ضامن حقيقي، هي طرف. أشكرك. والدول العربية لا تملك أوراق ضغط على إسرائيل، بالتالي يعني إسرائيل حماس سجلت يعني موقف سياسي عميق اتجاه تقديم بنودها. لكن أنا بدي أحكي عن
أنه الرهان على أي خلاف داخل الكابينت في إسرائيل أو داخل المجتمع الإسرائيلي اتجاه الحرب، أنا بعتقد يجب أن نراجع ذلك. إحنا بنحكي عن اليوم 125، حتى الاحتجاجات على موضوع الحرب في إسرائيل هي احتجاجات خجولة، لم ترتقي أنها تكون يعني، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو الآن في هذه الأوقات، لأنه في بداية الحرب كانت احتجاجات كبيرة جدا، لكن الآن المجتمع وشهدنا يعني وأنا اعتداء شرطة الاحتلال. نعم، لكن الآن يعني آخر استطلاعات رأي ممكن تكون غير دقيقة تصل إلى 80% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار الحرب لحين الوصول للأسرى، وكلهم متفقين على اجتثاث حماس. فهم يعني موضوع حماس هم النقطة الرئيسية في رفض الهدنة، إنه حماس يعني يجب أن تخرج حماس من العملية السياسية في غزة. الموضوع الآخر وهذا الموضوع اللي الخطير جدا، لغاية الآن لا يوجد خطة واضحة لليوم التالي ما بعد الحرب، هذا موضوع مهم جدا، لا يوجد لدى أطراف. هناك عدة أوراق، هناك الورقة، الأوروبيين كان لهم ورقة، الإسرائيليين قدموا ورقة، والأمريكان قدموا ورقة، الرفض العربي لبعض المقترحات، وأنا أعتقد الموقف المصري والموقف الأردني كان موقف واضح، كان في عدة حلول، أن يكون هناك قوات دولية أو وصاية دولية أو دول عربية تشارك في موضوع، وهذا موضوع كارثي، موضوع كارثي. لا يوجد لدى إسرائيل الآن خطة واضحة لما بعد طوفان الأقصى. مجلس الحرب الخلاف بينهم هو توزيع أدوار، أنا برأيي توزيع أدوار. إحنا بنحكي باليوم 125، 28,000 شهيد، ما يزيد عن 80,000 مصاب من الجرحى، بالتالي وين العالم موجود؟ العالم كله عاليا يعمل على شراء الوقت. أنا بعتقد أنه موضوع هو موضوع شراء الوقت. نتنياهو يريد أن إسرائيل من تشتري الوقت. نعم، إسرائيل تريد أن حماس قدمت ورقة حكيمة وبنود يعني متفق عليها، ويعني إحنا كان الادعاء من إسرائيل أنه حماس، لا، تبين أنه حماس والمقاومة هي حركة سياسية وحركة عسكرية، ولديها ذراع سياسي ولديها ذراع عسكري قادر على التفاوض، بالتالي رفض الشروط. إسرائيل تحاول أنا بعتقد أن الهدنة قادمة، لكن إسرائيل تريد أن تحقق جزء من المكتسبات على الأرض، وتريد إحنا كانوا أول. لكن ما المكتسبات التي تحققها إسرائيل؟ هي تدخل إلى منطقة تعيث بها فسادا ثم تخرج. إسرائيل يعني أنا بعتقد هي تريد تحقيق مكتسبات سياسية حاليا، يعني زيارة بلينكين للمنطقة العربية، أول دولة زارها في المنطقة العربية هي كانت المملكة العربية السعودية. أنا بعتقد في دور قادم للسعودية في هذا الملف، وأنا بعتقد إن شاء الله يكون هذا الدور إيجابي. في إحنا العالم العربي يجب أن يعمل على إيقاف شلال الدم، وهو ما ينادي فيه جلالة الملك. إيقاف شلال الدم أخطر شيء في موضوع غزة حاليا، القتل. إذا إحنا بدنا نظن نعيش، ولكن هذا ما تبرع به إسرائيل، إذا بدنا نظن نعيش يعني التحليلات العميقة والنصر، إنه إحنا حققنا نصر، لا، الآن ولا طرف حقق نصر على الأرض، على العكس يعني المعركة كل ما بيها يعني تزداد سوءا، الضحايا والشهداء بازدياد، الإصابات، المواطنين العزل حاليا في موقف صعب جدا، والاغتيالات أكثر. إسرائيل حاليا اليوم إحنا قبل ما ندخل الاستديو كان في اغتيال لشخصية لبنانية من قيادات حزب الله، يعني كان في خبر في بهذا الكلام. إسرائيل توظف كل أدواتها، سواء أدواتها السياسية وأدواتها التكنولوجية، في سبيل تحقيق يعني موقف عسكري. الموقف لم تستطيع الحسم الميداني العسكري على الأرض، لكن هي تحاول أن تحقق مكاسب سياسية. نعم. لذلك هناك وفد من حماس ووفد من إسرائيل في مصر، وهذا سؤال موجه لك أستاذ حلمي، ولكن أستمع للإجابة بعد الفاصل. ماذا يفعلون في مصر وماذا سيقدمون؟ فاصل قصير ونتواصل معنا.
إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبضيوف جميعا محمد الألقاب والدكتور أستاذ حلمي. كنت أسأل قبل الفاصل بأن هناك وفد من حماس وفد من إسرائيل موجودون في مصر لمناقشة اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، ماذا برأيك سيقدم كلا الجانبين؟ يعني هذا دليل على أن هناك مفاوضات غير مباشرة ما بين حماس ودولة الاحتلال برعاية مصرية على أمل التوصل إلى الهدنة وبدء تنفيذ صفقة التبادل بمرحلتها الأولى، ولكن أعتقد أن هذا سيحتاج إلى وقت أطول، يعني ليست النتائج مباشرة. حتى المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي اليوم ليس بالضرورة أن يقرر بنعم أو لا، حماس عندما وصلها مسار باريس أخذت عدة أيام وربما أكثر من أسبوع إلى حين أن نقلت ردها للوسطاء، ودولة الاحتلال ربما تفعل نفس الشيء وتواصل يعني عدوانها على الأرض، ولكن أنا أعتقد أنه في المحصلة سيكون هناك هدنة وسيكون هناك صفقة تبادل، أولا لأن هناك صمود للمقاومة وشعبنا، وعلى مدى 125 يوم لم تحقق إسرائيل سوى مزيد من قتل المدنيين والأطفال والنساء، والهدف المعلن للقضاء على المقاومة وحماس وتحرير المحتجزين هدفان لم يتحققا إلى الآن. ثم يعني أنا أتفق أنه ليس الأساس في كل ذلك المجتمع الإسرائيلي والتناقضات الداخلية، ولكنه عامل يجب أن نلاحظه، بالإضافة إلى الضغط الدولي والموقف الدولي. طالما أن إسرائيل على الأرض لا يمكن أن تحقق شيء في المدى المنظور، طيب. وبالتالي ماذا بعد؟ إذن إمكانية يعني أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد إمكانية، أعتقد أنها إمكانية واردة جدا. ولكن هناك من يقول بأنه اليوم هذه البعثة الإسرائيلية ذهبت للقاهرة حتى تناقش موضوع محور فيلادلفيا ورفح، وليس أن تناقش اتفاق الهدنة. يعني التزامن ما بين وجود وفد حماس مع الوفد الإسرائيلي يعني كان الأجدر أن يتم نقاش ذلك مع المصريين بمعزل عن وجود وفد حماس إلى هناك. ربما تكون هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الوفد الإسرائيلي، ولكن حماس ذاهب إلى هناك من أجل يعني نقاش ردها مع الوسطاء المصريين، والموضوع هنا التهدئة وصفقة التبادل، لكن حماس رؤيتها هي شاملة لكل الموضوع، لوقف العدوان وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات وتحرير الأسرى بمعنى إجراء صفقة التبادل. طيب دكتور هشام، اليوم فعلا البعثة الإسرائيلية الذاهبة إلى مصر وإلى القاهرة ستتحدث عن رفح ومحور فيلادلفيا، وهذا يؤدي لتوقعات عسكرية كبيرة جدا مرتبطة أيضا بمسألة التهجير، أم نحن نتحدث فعلا عن اتفاق هدنة بما عرضته طبعا جانب حماس والوفد الذاهب إلى هناك؟ استراتيجية إسرائيل دوما تصعيد الموقف قبل الهدنة وبعد الهدنة، قبل الهدنة وما أخشى أن يكون هناك هجوم عسكري ولو محدود على رفح. لكن محور فيلادلفيا أعتقد موضوع آخر. محور فيلادلفيا هناك معاهدة المعابر ما بين مصر وإسرائيل تم إقرارها عام 2005، كان في هناك شروط، يعني إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة ما بين قطاع غزة، أن يكون كامل قطاع غزة داخل الجيب الإسرائيلي. هذا ما تعارضه مصر، وبعتقد أنه مصر يعني لها موقف يعني محدد وموقف مشرف من هذا الموضوع. لكن موضوع رفح إسرائيل تلوح به، وأنا يعني إسرائيل من معرفتنا العقلية التدميرية اللي عندها والعقلية الانتقامية
يمكن أن تقوم بعمليات إسرائيل حشدت 5 ألوية في محيط رفح. حشدت حاليا الهجوم الرئيسي والقوة العسكرية المحور الرئيسي للهجوم وضمن منطقة رفح. اليوم يعني قرأت عن أنه حتى في منطقة البحر كان هناك زوارق بحرية إسرائيلية وأطلقت النار باتجاه الصيادين. إسرائيل تحاول أن يعني موضوع رفح موضوع مفصلي، هي تدعي أن قيادات حماس وأن قيادة المقاومة موجودة برفح وأن عقدة وأن جزء من عقد الأنفاق موجودة في رفح، لكن أنا بعتقد أنه هي يعني تحاول أن تعمل يكون لها إجراء تدميري ووقوع أكثر عدد من الضحايا وترويع المدنيين، المدنيين الآمنين. هذول المدنيين أجوا من شمال ووسط غزة بحثاً عن الأمان. ولكن كيف سيكون موقف مصر؟ أنا بعتقد يعني مصر من توغل الإسرائيلي إذا 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 كان في هجوم عنيف والمدنيين العزل اتجهوا باتجاه الحدود طلباً للأمن والأمان، أنا بعتقد مصر والمجتمع الدولي سيضغط على مصر إنه اقبلوهم لفترة، وبعدين عادة القبول لفترة سيستمر لسنوات وسيصبح أمر واقع. هذا ما أخشاه من موضوع التهجير. يعني إسرائيل الهدنة قادمة، لكن ما قبل الهدنة هل سيكون هناك هجوم عسكري ولو محدود لتفرض شروط؟ إسرائيل كانت يعني نقطة من نقاط عدم قبولها باتفاقية الهدنة، إنه يعني كان في حديث للساسة الإسرائيلي منهم نتنياهو إن حماس في شروطها قفزت إلى النتائج النهائية في موضوع إيقاف هذا وموضوع التعمير. إحنا بنحكي لأن حماس تريد أن تنهي كل شيء وتريد تريد خلص أنه هذه إسرائيل الحرب أن تنهي. إسرائيل تريد أن تكون تريد بالقطعة المماطلة وبالقطعة أن يكون الاتفاق مرحلي، أن يكون الاتفاق مرحلي، تسليم أسرى مقابل تسليم أسرى، وبعد 45 يوم كان الحكي عن 35 والآن حكوا عن 45 يوم أنه بنعيد النظر في هذا الموضوع. بالتالي إسرائيل تريد أن يكون هذا الاتفاق ليس نهائيا لكن مرحليا. وموضوع رفح موضوع يعني يدعو إلى الخوف، ونحن ما نخشى وقوع المزيد من الضحايا. طب دكتور جمال، اليوم نتفق بأنه نتنياهو بشكل أو بآخر يتمسك بشعار الانتصار المطلق، لم يبلغ الوسطاء وهذه نقطة مهمة جدا برفضه لاتفاق الهدنة، خرج وحيدا ولم يخرج مع أحد من مجلس الحرب، خلافات بمجلس الحرب، بالتالي كل هذه مؤشرات تدل على أنه إسرائيل جملة وتفصيلا تماطل. ولكن هل هي تماطل من أجل الالتفاف على محكمة الأمن الدولية، محكمة العدل؟ هل هذا مرتبط بمحكمة العدل الدولية أم أنه فقط إجراءات الحرب التي تريد أن تفرضها إسرائيل؟ يعني إسرائيل في وضع صعب. يعني إسرائيل التي نعرفها الدولة القوية، الدولة الديمقراطية، الدولة التي لديها تكنولوجيا مرتفعة، لديها الصناعات، الدولة الأوروبية الأمريكية في صحراء قاحلة تغيرت بعد 7 أكتوبر. مشكلة الصورة، أنا أظن مشكلة الصورة الآن تلعب دور كبير. اليوم الصورة في محل يعني محك كبير، تحاول أمريكا أن تدعمها عسكريا ودبلوماسيا وقانونيا. يعني أنت عندما تري قضية 120 دولة تصوت ضد إسرائيل ووقف إطلاق النار في الأمم المتحدة ولا يتم، عندما تري مجلس الأمن يصوت 13 دولة ودولة تصمت، حليفة إسرائيل أيضا وأمريكا بريطانيا وأمريكا تأخذ الحق نقض الفيتو. إذن اليوم في 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 تمحور حول أمريكا وإسرائيل من جانب والعالم كله من جانب آخر حتى حلفائها. فبالتالي الوضع، أنا بعتقد الوضع الدولي والوضع الداخلي أيضا صعب جدا. بالتالي محاولة إبراز العضلات، أنا كما قلت هذه حرب نفسية من أجل الحصول على نتائج إيجابية في التفاوضات. يعني نتنياهو يريد ترهيب حماس، يريد إبراز أنه غير مستعد، ويريد أن تقدم تنازلات. وأنا أعتقد التنازلات ربما تكون بشكل التالي: إما خروج بعض القيادات القائدة المهمة مثل يحيى السنوار وغيره. اثنين، ربما نتصل إلى فكرة، أنت عارف أهم شيء في المفاوضات الوصول لكم خمايس اللي هو النقطة الوسطى. لا أستبعد في ظل هذه الظروف، في ظل الضعف الإسرائيلي الواضح، في ظل الضغط الأمريكي الأقرب إلى الواقع والحقيقة، لا أعتقد أنه نستبعد فكرة إيجاد دولة فلسطينية على حدود
ليس بالضروره حدود السابع بن حزيران ولا الرابع بن حزيران، ولكن على الاقل نقف الحرب، نخرج الاسرى، نخرج حماس، نعيد ترميم منظمه التحرير الفلسطينيه. منظمه التحرير الفلسطينيه منذ اوسلو لم تقدم الشيء الكثير، محاصره لديها 60,000 عنصر يقوم بتامين اسرائيل بلحظه ما، ولم يحقق الدوله. فبالتالي ربما هناك يعني حديث كبير ان بعض الدول ومنها السعوديه في مرحله اليوم التالي اجتماع من اجل ترميم واعاده تشكيل منظمه التحرير الفلسطينيه، لان المنظمه الفلسطينيه يجب ان تشكل بطريقه او اخرى جزء لا يتجزا من حماس. يعني حماس ليست كما قال وزير خارجيتنا الذكي السيد ايمن الصفدي، حماس ليست فصيل عسكري او فصيل سياسي، هذه فكره. يعني لو اسرائيل حاربت منظمه التحرير الفلسطينيه لانها قاومت بشيك، اليوم حماس، غدا لا نعرف اي فصيل اخر، توجهات الايديولوجيه. وهذا يقودني لسيدتي، لماذا ننظر ان الحل هو في اسرائيل؟ لماذا لا ننظر الى الحل العربي؟ وانا اقولها بصراحه، لا العرب غير متفقين على بقاء حماس، واعتقد ان هناك في دول حقيقه ترغب في انهاء استمرار اسرائيل في القضاء حماس. وانا اقول هناك في خمس انظمه من الدول العربيه، في انظمه عربيه تريد الحل السياسي والدبلوماسي والانساني، لن اقول هذه الدول، في انظمه اخرى تسير في هذا الاتجاه ولكن دون رغبه حقيقيه، وهناك في انظمه ثالثه القضاء على حماس، نعم، لانه تعتقد انه ان عدوها حماس اكثر من اسرائيل. والعنصر الثالث ان هناك دول مع اسرائيل ضد حماس. والعنصر الرابع من الدول العربيه هي لا تبالي. والعنصر الرابع الخامس ان هناك تنتظر، لا تعرف ماذا تفعل. هذا هو ما تراهن عليه اسرائيل، بانه اليوم لا يوجد اتفاق على المشكله في العرب. انا سيدتي انا جاهل في السياسه وانسان مواطن عادي، كل ما اتخيله بغبائي وسذاجتي اقول انه لدينا جامعه عربيه، لدينا 22 دوله، الا نستطيع ان نهدد امريكا وليس اسرائيل؟ نريد ان نقطع العلاقات الدبلوماسيه مع هذه الدول، نريد ان نخرج سفراءك وسفراءنا اذا ارادوا، واذا كانوا هذا هو اضعف الايمان، هذا اضعف الايمان. لم يحصل، فهذا يعني ان اسرائيل ترتكز بشكل او باخر على الانقسام العربي، على الدعم العربي، وعلى وجود شعوب عربية ملتهية الآن في مباريات كأس العالم وكأس آسيا، ومن ثم تراهن على الوقت ليس فقط للتدبير. وأنا لا أتفق مع الباشا أن هذه محافل، أن أيضا هذه محافل يتم الاستثمار فيها، نعم، حتى يتم إيصال القضية. نعم، يعني هو ولكن لا يجوز نقول أن حماس هي بنفس مستوى إسرائيل. فعلا كلاهما في وضع صعب، ولكن حماس لا نستطيع أن نقارنها مثلا مع فيتنام عندما كانت مدعومة من الصين ومن روسيا، أو أفغانستان التي كانت مدعومة من روسيا ومن إيران. فبالتالي أعتقد الذي يدفع الثمن الآن هو الشعب الفلسطيني وأسره وإنسانه. هذا بشكل مؤكد. طيب دكتور هشام، سريعا اليوم، هل تتنازل إسرائيل عن قضية الأسرى من أجل إطالة أمد حكومة نتنياهو، أو بالأحرى هذا الرجل هو سيتنازل عن قضية الأسرى؟ أنا أعتقد إيقاف الحرب حاليا هو مطلب دولي. كان في تصريح للأمين العام برضو اليوم، تصريح آخر بخصوص مجلس الأمن، إن مجلس الأمن يعيش في أضعف حالاته، مثل ما حكى الدكتور، في 13 دولة صوتت اتجاه قرار وأمريكا تقف بالمرصاد. كيف لأمريكا أن تكون وسيطا وبنفس الوقت هي من تعارض إيقاف الحرب؟ نتنياهو أنا أعتقد راح يصير فيه هذه شروط وضعتها حماس، هي الشروط يمكن أن تتنازل. كلا الطرفين هو يجب أن ينزل عن الشجرة للوصول إلى تفاهمات والتقليل. أنا حكيت سابقا أنه جزء من النقاط اللي أبرزتها إسرائيل أنه حماس في 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 نقاطها خاطبت النتائج، لا يريد أن يكون فيه نتائج نهائية. وخصوصا أنا أعتقد في المرحلة الأولى سيكون هناك تأجيل لخروج قيادات حماس. إذا في خروج لقيادات حماس راح يكون في مرحلة لاحقة بعد وضوح الرؤية لإدارة غزة ما بعد طوفان الأقصى. هذا ما يعمل عليه الآن العالم بشكل يعني غير معلن. الآن الاتفاقيات، ما هي المرحلة التالية في اليوم التالي للحرب؟ حكى الدكتور عن يعني منظمة التحرير وترميم يعني جزء منها حتى تكون مقبولة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في غزة. أنا بقول إنه الهدنة يعني قادمة، لكن الشروط سيتم التخفيف منها، ويمكن أن يتم تخفيف المدد.
المدد. لكن أنا في هذا المقام أنا أهم شيء أن يتم أن يكون هناك هدنة. تخفيف المدد من قبل حماس ولا من قبل إسرائيل؟ من كلاهما، يعني يجب أن يصلوا إلى اتفاق. حتى هو كان أولا الشروط اللي أعلنت في اتفاق باريس 45 يوم، هاي ظهرت جديد، كان يحكموا عن 35 أسير مقابل 35 يوم الشروط، لكن الطرفين رفعوا وتيرة شروطهم وحماس كانت أسرع في تقديم إذن شروط. ارتفاع وتيرة الشروط هذا مؤشر على فعلا ارتفاع وتيرة التصعيد. لا، وأحيانا ارتفاع وتيرة الشروط كلما اشتدت فرجت. يعني أعتقد أنه أنا فقط ما أخشى أن يكون هناك أي عمليات عسكرية ضمن منطقة رفح، ما تبقى يعني هو عبارة عن مناوشات ودبلوماسية وسياسة ومفاوضات، لكن بالنهاية يجب أن يكون، أعتقد أمريكا والعالم يتجه إلى إيجاد هدنة، لكن هاي الهدنة هل هي مؤقتة؟ هل سنصل بتلك الهدنة إلى هدنة دائمة؟ أهم شيء أن نوقف شلال الدم. الوضع في غزة خطير جدا. أنا بجوز يعني ردا على الدكتور جمال، أنا لم أقارن حماس بالجيش الإسرائيلي، وأي شخص بيقارنها في المفهوم العسكري هو شخص يعني جاهل بأبجديات العسكرية. لكن أهم شيء أن نصل إلى اتفاق، أن نوقف شلال الدم، أن نرحم الأهل في غزة من الوضع المأساوي الذين يعيشون به. أستاذ حلمي، اليوم كما سألت قبل قليل أستاذ جمال وأنا لم يتبقى لي الكثير من الوقت، أريد أن أستثمرها يعني سريعا، إسرائيل تماطل من أجل الالتفاف على محكمة العدل الدولية، نعم أم لا؟ واليوم نحن إذا ما كنا مكان حماس في القاهرة على ماذا نفاوض؟ نعم، بالتأكيد إسرائيل تماطل، وأريد أن أؤكد أن نتنياهو لا يريد لا وقف العدوان من أجل المحكمة ولا إجراء صفقة تبادل، خوفا على مستقبله السياسي، وأساسا لأن ذلك سيسجل أن إسرائيل قد هزمت بالمعنى النسبي، وسيطيل أمد المماطلة والرفض ما أمكن ذلك إلى أن تجتمع كل العوامل الداخلية والإقليمية والدولية وصمود المقاومة على إجباره بالقبول بالتهدئة وبصفقة التبادل. وحماس يعني هي قدمت رؤيتها وقدمت شروطها، وأي يعني نتائج يمكن التوصل إليها في المنتصف هذا خاضع إلى عملية التفاوض، لأنه حتى الرقم الذي يتم الحديث عنه 1500 معتقل ربما ليس رقما دقيقا، بالضرورة أن يكون العدد أكبر من ذلك. طيب، ولكن اليوم إذا ماذا يعني من الممكن أن نقول باتجاه وفد حماس الموجود في القاهرة الذي يفاوض اليوم، على ماذا يفاوض؟ يعني هو يفاوض على المسار باريس، كيف يجب أن يفاوض الرؤية التي إذا ما أصرت إسرائيل على حماس بأن تتنازل عن بعض البنود، ما هي فعلا خيارات حماس في التنازل؟ يعني لا مجال للمساومة ولا مجال، يعني حماس قدمت رؤيتها ومعها فصائل المقاومة الأخرى بأنها معنية بالتوصل إلى تهدئة ووقف للعدوان، ولذلك لم ترفض يعني الرؤية التي طرحت في باريس، وهذا تكتيك سياسي ناجع وحريص على الدم الفلسطيني. أما أن يكون هناك تنازلات ومساومة على أسس مهمة، لا أعتقد حماس في وضع يعني أن تقدم على ذلك، لأنه كما أشرت في الميدان إسرائيل لم تحقق أي أهداف سياسية أو عسكرية كما تدعي، وهي أيضا في مأزق وهي تهدد، تارة تريد أن تصل يعني تهجر شعبنا من شمال غزة إلى جنوبه، وتارة في خان يونس واليوم إلى رفح، يعني في كل مرة تبحث عن ذرائع ومبررات هذه الحكومة. واليوم نتنياهو يقول أعطوني عدة أشهر كي نهزم حماس بعد
أكثر من 4 أشهر، وكأنه يريدها يعني روسية أوكرانية. شكرا جزيلا لك حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. شكرا جزيلا لك. أيضا ضيوفي يعني للأسف انتهى وقتي، أشكر وجودكم معنا الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، شكرا لك، ولواء المتقاعد الدكتور هشام خريسات الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم جميعا. نلتقي بكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.